خالق المسألة اللي نقولها عن الأخ رئيس بيران. رئيس بيران إحنا هو إلى نوفمبر كنا لاف منسقية واحدة للمعارضة من خلال حزب الصواب، ولين عاد الحوار لا يعدل كنا شاكين إن يلا نعزو قاع حتى إجبار تنسيق المعارضة به اللي مد قايس الحوار في الوقت اللي الأغلبية منسقة فيما بينها، يا الله المعارضة تنسق فيما بينها. وفاجئنا انسحابه هو وتشكيله لقطب خارج قطب منسقية المعارضة، غير ملي نحترم له قراره تماما. وسعينا عقب ذاك اعلن القطبين اللي هو منسقية المعارضة ذاك وقطبه هو ان نعود ننسقه فقط، وجيناه وقلنا له لا مانع من نعود قطبين، غير المهم ان ننسقه. وقال لنا انه ذاك رافض وانه ما هو منسق معنا. هذا ما كنت نختار نقوله، قال لي نقوله، قال انه ما هو منسق معنا. استغربنا ذاك. يا غير على كل حال نعرف على انه جابرين في ياسر من اللي لا ينطرح في الحوار، ومواقفنا فيه متقارب في ياسر من الامور، وانه يدور لا يعقب يفرسين الحال الحوار على ان ننسق. يا غير من ذاك الوقت انتم مشهود عليها ما يعدل ندوه صحفيه ما هاجم المعارضه، ما يعدل لا عاد يجينا على متحف ولا عرفنا الداعي لذا شنو هو سببه شنو، ما انا عالمين بشي يسالوا فينا ولا انا عالمين بشي نسالوا فيه، ولا فم مبرر. اعلن في الوقت اللي قايسين الحوار مع طرف ثاني خصمنا السياسي، نعود احنا يعود يختر، تعود فم صراع بيننا وصراع داخلي في المعارضه، ولا جاوبناه الى حد الساعه، ما جاوبناه ولا انا لا يجاوب بناش بين اللي، وهذا بعد ما هو من استهزاء بذا اللي يقول به اللي ذاك ما هو وارد، هو زعيم وطني له وزن كبير ولا يقدر حد يزهز به، ولا هم اللي خوف منه بين اللي احنا ما نخافوا من حد، وهو من اللي ما يخلع يا غير بين اللي ما انا قابلين نمشوا في الصراعات الجانبية داخل المعارضة، ما أنا خاطر نغزو وداعين هو وداعين رفاقنا كاملين في المعارضة. إلا أعلن كل هذا يلم ذاك اللي عنده من شوفاته على الخاين، وذاك اللي قاعدين نتوحدوا عليه في الظرف بعد اللي يعني الحوار نتوافقوا عليه إذا كان نقدر نحصلوا شيء من الحوار اللي قايسين.